الأميتر يستخدم في قياس شدة التيار كهربي، ويوصل في الدائرة على التوالي، ويوصل في الدائرة على التوالي كما هو أمامك. تجربة لتوضيح توصيل الأميتر. يوصل الأميتر في الدائرة على التوالي، فعند غلق الدائرة تلاحظ انحراف الأميتر وإضاءة المصباح، يبقى الدائرة مغلقة وبالتالي وصل الدائرة. قراءة الأميتر هنا ربع أمبير. طبعا الجلفانوميتر يستخدم في قياس التيارات الضعيفة جدا، فنستعيد عنه بالرمز الجلفانوميتر، يبقى جي كأنه جهاز الجلفانوميتر الذي يقيس التيارات الضعيفة. قلنا ماذا يحدث عند مرور تيار عالي الشدة؟ إذا مر تيار عالي الشدة يعمل على تلف الجلفانوميتر، فلكي لا يحترق هذا الجهاز بنوصل معه مقاومة صغيرة جدا على التوازي، مقاومة صغيرة جدا على التوازي. طب هنسأل نفسنا ليه مقاومة صغيرة جدا؟ لأن احنا عارفين كلما قلت عند التجزئة هنا، كلما قلت المقاومة يزيد التيار إليه، فهنسمي دي مثلا R S، يبقى المقاومة اللي هنضيفها اسمها R S، وهنسميها في الحالة دي مجزئ التيار. مجزئ التيار، يبقى التعديل اللي هنستخدمه، التعديل هو عبارة عن مجزئ التيار. مجزئ التيار هنديله رمز RS. مجزئ التيار لما نيجي نعرفه نقول هو مقاومة صغيرة جدا، مقاومة صغيرة جدا توصل على التوازي مع الجلفانوميتر. يبقى هنقول ايه هو تعريف مجزئ التيار؟ هنقول هي عبارة عن، هو عبارة عن مقاومة صغيرة جدا. كل كلمة لها معنى. ليه صغيرة جدا؟ عشان معظم التيار يمر من المجزئ، وبالتالي حافظنا على جلفانومتر من التلف. صغيرة جدا على التوازي. أيضا كلمة على التوازي تهدف هدف أيضا مهم جدا، لأن على التوازي هيكون المقاومة أصغر ما يمكن، يبقى في نفس الوقت مقاومة صغيرة وعلى التوازي لتقليل المقاومة اللي هتبقى بين مين ومين؟ بين الار جي مقاومة الجلفانوميتر ومقاومة المجزئ، والمقاومة على التوازي تكون أصغر ما يمكن. طب ما الهدف من أن تكون مقاومة صغيرة؟ وبالتالي حتى لا يضعف من طريق الدائرة. يبقى ليه مقاومة صغيرة؟ عشان معظم التيار يمر خلالها، وبالتالي حافظنا على الجلفانوميتر، وعلى التوازي لكي نقلل المقاومة الكلية للدائرة، وبالتالي لا يؤثر في التيار المقاوم. يبقى السؤال كيف يمكن تحويل الجلفانوميتر لميتر؟ ان احنا نعمل تعديل، بنضيف مجزئ التيار وهي مقاومة صغيرة جدا توصل على التوازي. طيب ممكن سؤال يجي بشكل تاني، طب ليه مقاومة صغيرة؟ لو خدنا التعديل او السبب، يبقى لو قلنا في شكل علل او اذكر السبب او لماذا، يبقى الاجابة، اجابة السؤال ليه مقاومة صغيرة جدا على التوازي، هنقول صغيرة جدا، صغيرة جدا ليمر معظم التيار بالمجزئ، ليمر معظم التيار بالمجزئ، وفي نفس الوقت يبقى حمينا الجلفانوميتر من التلف، وحماية الجلفانوميتر من التلف، وحماية الجلفانوميتر من التلف. طيب صغيرة جدا، طب برضو ليه على التوازي؟ برضو شق تاني السؤال، طب ليه على التوازي؟ برضو اجابته لان التوازي معروف ان هو بيقلل المقاومة الكلية، يقلل
المقاومة الكلية. طب ما الهدف من تقليل المقاومة الكلية؟ حتى لا يؤثر على تيار الدائرة، لأنه جاي يقيس مش جاي يضعف من التيار، وبالتالي لا يؤثر على تيار الدائرة، لا يؤثر على تيار الدائرة. طب احنا جينا نبص ازاي نعمل القانون، بسيطة خالص، ركز معايا. احنا قلنا الجلفانوميتر دايرة وفيها حرف الجي اختصار او الرمز بتاعه. التيار اللي كان بيقيسه الجلفانوميتر بنسميه اي جي، التيار الذي لا يزيد عنه، بحيث لو زاد التيار عن الاي جي ده يعني اعترف الجلفانوميتر. والجلفانوميتر ليه مقاومة هنسميها ار جي، ليه مقاومة الاسلاك بتاع ملف الجلفانوميتر. طيب لو احنا عملنا تجزئة للتيار يبقى بهذا الشكل، طريقة الرسم سهلة خالص وبسيطة، ان احنا بنضيف مقاومة صغيرة جدا على التوازي اسمها الار اس. تعال نستنتج القانون، استنتاجه بسيط. هنفترض ان التيار اللي هيقيسه بعد التعديل اللي هو الاي، هنسميه التيار الكلي اللي هيقيسه بعد التعديل اسمه اي، جزء صغير جدا هيروح في الجلفانوميتر اي جي، ومعظم التيار هيروح فين؟ في المجزئ، لان كلما قلت العلاقه بين المقاومه والطاقه العكسيه، كلما قلت المقاومه زادت شده التيار، يبقى اي جي. طب تلاحظ هنا ايه؟ ان مقاومه الجلفانوميتر ومقاومه المجزئ توازي. على التوازي مين اللي ثابت، التيار ولا الجهد؟ طبعا الجهد. فنقول الجهد عبر المجزئ لازم يساوي الجهد، الجهد عبر المجزئ هنا يساوي الجهد عبر الجلفانوميتر، يبقى الفي جي. الجلفانوميتر في اس هيساوي الفي جي، اللي هو الفرق الجهد، فرق الجهد عبر او خلال الجلفانوميتر، الجلفانوميتر. طبعا الفي بنشيل الفي ونحط مكانها ايه؟ حسب قانون اوم المعروف في بتساوي اي في ار، فبنشيل الفي دهيت ونحط مكانها الاي اللي هيمر فيه في المجزئ، الاي اس في الار اس، والجهد عبر الجلفانوميتر برضو نقول الاي جي في الار جي. طبعا جي اختصار كلمة الجلفانوميتر. طيب اصبح عندنا اربع مجاهيل، واحد اتنين تلاتة اربعة. ممكن نشيل دهية الاي اس، عبارة عن ايه الاي اس دي؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن تيار كلي بس نطرح منه الاي جي. يعني لو فرضنا هنا 10 امبير مثلا، لو هنا 10 امبير وجي هنا 1 امبير، يبقى هنا لازم يكون كام؟ 9. فازاي جبنا 9؟ طرحنا التيار الكلي، يبقى نشد كده ونحط مكانها الاي الكلية الذي سيقيسه، اي الكلية الذي سيقيسه بعد التعديل، ناقص الاي جي، الاي جي اللي هيمر في الجلفانوميتر، والار اس كما هي بالشكل ده كده، والار اس كما هي يساوي الاي جي ار جي. لو حبينا نجيب الار اس في طرف، ليه؟ عشان نعين المقاومه المراد اضافتها، او المقاومه التي يجب اضافتها لتحول من جلفانوميتر لمتر. طبعا بنقسم على المعامل، لو جبنا الار اس في طرف اللي هي مقاومه المجزئ، بنقوم نقسم على معامل المجهول اللي هو ار اس. فالاي جي كما هي، والار جي، ونقسم على المعامل اللي هو الاي ناقص الاي جي. لو طلبت ده الكلام، طيب واحد يقول انا هعوض في القانون ده في المسألة، صح، او القانون ده صح، هو القانون ده نفسه، بس دي الصورة النهائية اللي نعين بها مقاومة المجزئ التي يجب إضافتها. يبقى لما أجي أقول لك
ما هو التعديل؟ ان احنا بنضيف مقاومة صغيرة جدا على التوازي، وقيمتها تساوي الـ RS تساوي الـ IGR. طب ممكن يجيب لك في السؤال، وكان فرق الجود الذي يتحمله الجلفانوميتر، يبقى ما انت عارف ان فرق الجود بيساوي اي في جي، يبقى تسميه دي في جي. في جي يعني ممكن نعبر عنها بالفي جي او بالاي جي ار جي. طيب ممكن يجيب لك التيار المرئي في المجزئ، ممكن نشد كلها نحطها مره واحده، ولكن ده بالتفصيل. هنلاحظ لو عنا حصلنا ضربنا الطرفين الوسطيين نقدر نجيب حساسيه الجلفانوميتر. ايه هي حساسيه الجلفانوميتر؟ لما نيجي نقول حساسيه الجلفانوميتر، حساسيه الاميتر عند عمليه اعاده ترتيب للمعادله السابقه، نستنتج ان الاي جي على الاي هي دي الحساسيه، ان هي النسبه بين التيار الذي كان يقيسه الجلفانوميتر الى شدة التيار الذي سيقيسه بعد التعديل. بعد إعادة ترتيب المعادلة هنلاحظ شكل المعادلة RS يعني مقاومة المجزئ على مقاومة المجزئ زائد مقاومة الجلفانوميتر. يبقى لما نيجي ندي تعريف الحساسية للأميتر هنقول فيها إيه؟ هي النسبة بين شدة التيار الذي كان يقيسه الجلفانوميتر قبل التعديل إلى شدة التيار الذي سيقيسه بعد الأميتر بعد التعديل. إذن لما ندي التعريف نقول هو النسبة بين شدة التيار الذي كان يقيسه الجلفانوميتر قبل التعديل إلى شدة التيار الذي سيقيسه بعد التعديل. طب إمتى نرجع لاستخدام هذا القانون؟ إذا طلبنا الحساسية، احسب الحساسية، يبقى معناه الطرف ده كله مجهول، او الف المسألة وقلت الحساسية للنص للربع، نشيل ده كله ونحطه نص، ونقول حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين. ناخد دلوقتي مثال بسيط. المثال ده كان جه في ده عن الانقاص الحساسية. اول ما نسمع كلمة انقاص الحساسية يبقى لسه مذكرتكم دلوقتي، القانون بيقول ايه؟ ان الاي جي على الاي التيار الذي سيقيسه، الذي كان يقيسه على التيار سيقيسه، بيساوي ايه؟ الار اس اللي هي مقاومة المجزئ على مقاومة المجزئ زائد مقاومة الجلفانوميتر. تعال نشوف المعطيات كده. احسب قيمة مجزئ التيار، يبقى مين اللي هيبقى مجهول عندنا؟ ال ار اس دي كده، ال ار اس مجهول. احسب قيمة مجزئ التيار، ال ار اس مجهول، لإنقاص الحساسية الأميتر اللي مقاومته كام؟ إلى لإنقاص حساسية الأميتر اللي هو مقاومته 24، يبقى الـ RS موجودة لو نعتبره في الحالة ديت ملي أميتر، قيمته موجودة هيت. طيب ولتقليل الحساسية إلى الربع، يبقى لو شلنا ده كده وحطينا مكانها ربع، وعندنا الـ RG 24 اللي هي دهيت، وهذه ده مقاومة الأميتر، بنعتبره في الحالة دي ملي أميتر أو كأنه جلفانوميتر، وبنعمله تعديل، يبقى الـ RG 24 أصبحت معادلة ذات مجهول واحد في الـ RS بهذا الشكل.
ار اس مجهولة. طبعا عشان نجيب المجهول في طرف نقول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين 4 في ار اس ب 4 ار اس 4 ار اس هتساوي ار اس زائد 24. خلاص بقت سهلة وبسيطة. دي بالموجب هنعدي دي بالسالب، اذا المجهول اصبح 3 ار لان دي ار واحدة ار 3 ار دي ار اس وهنا 4 ار اس هتبقى هنا الطرف ده 3 ار اس. فلو قلنا 3 ار اس هتساوي كام؟ هتساوي 24. بنقسم على مين؟ على 3 ونقسم على 3. اذا الار اس بكام؟ ب8. يبقى الاجابه الار اس ب8 اوم. ده المطلوب الاولاني. تعال نشوف المطلوب الثاني. ثم احسب المقاومه الكليه للاميتر والمجلس. طبعا السؤال ده ابسط ما يمكن للي فاهم التوصيل توالي ولا توازي. طبعا نكون مصحصحين نفسنا، في حاله الاميتر يكون توصيل توازي، اللي هي المقاومه بتاعه الجلفانوميتر اللي اسمها ار اس ار جي، والمقاومه بتاع المجزئ اسمها ار اس. طيب طب والاثنين احنا عارفين الاميتر بتوصل المجزئ معاها على التوازي، واحنا عارفين على التوازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. ده معلومه اللي قلنا عليها 24، ودي معلومه جبناها دلوقتي اللي هي 8 بسيطة. إذا نقدر نقول R total R كلية هتساوي حاصل ضربهما اللي هي الـ RS في الـ RG على حاصل جمعهما الـ RS زائد الـ RG. إذا بالتعويض، إذا الـ R شرطة أو R داش أو R كلية هتساوي 8 في 24 على 8 زائد 24 بالآلة الحاسبة هيطلع لنا الناتج على طول 6. إذا نقدر نقول إذا الآر الكلية أو آر داش هتساوي 24 بتساوي 6 حاصل ضربهم على حاصل جمعهم 6. وطبعا حددنا المسألة دي. طيب تعالى ناخد بقى مسألة تانية فيها بعض نفس الطريقة. مجزئ طيار مقاومته نصب بالمجزئ رمزها ايه؟ طبعا كلكم عارفين ان المجزئ زي ما ذكرناها 100 مره ار اس مجزئ. ينقص حساسيه الاميتر الى العشر. يبقى اول ما نسمع كلمه الحساسيه هنقدر القانون اللي احنا عارفينه. هنقول ايه في القانون اللي احنا قلناه؟ هنقول ان الاي جي التيار الذي كان يقيسه الجلفانوميتر على الاي التيار سيقيسه هتساوي ار اس على ار اس زائد الار جي. تعال نشوف ايه المعلوم وايه المجهول هنا. السؤال بيقول ايه؟ مجزئ تيار مقاومته، يبقى كان الار اس اللي موجود، يبقى اصبح ده معلوم ده معلوم. طيب لينقص حساسيته إلى العشر، يبقى أصبحت دي معلومة، عشر واحد على عشر. إذا بالعقل والمنطق مين اللي هيبقى مجهول في الحالة دي؟ هو ما طلبش الـ RG اللي هو مقاومة الجهاز نفسه. يبقى في الحالة ديت من غير ما نفكر ولا أي حاجة، لما تلاقي كل ده اللون ده كله معلوم، يبقى مين اللي مجهول عندنا؟ الـ RS. هتقول هي مش مطلوبة، بس هنحتاجها في الخطوة المطلوبة. تعال نعوض كده. لو جينا نعوض الحساسية قلنا هتقل للعشر، يبقى الجزء ده كله بنشيله ونحط مكانه واحد على عشرة، والار اس اللي هو مقاومة المجزئ مجزئ مقاومته والار اس واحد من عشرة، يبقى دي برضو واحد من عشرة، الار اس بواحد من عشرة، الار اس بواحد من عشرة، أصبحت معادلة ذاتها مجهول واحد في الار اس. طبعا في الحالة ديت العملية الحسابية سهلة وبسيطة. بنعمل ايه؟
حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. تعال نضرب كده، لو ضربنا الواحد في أي قيمة هتطلع نفس القيمة اللي هي وتبقى واحد واحد في واحد من عشرة بواحد من عشرة زائد الار اس اللي هي المجهولة ار اس. يبقى ضربنا القيمة دهيت في الواحد هتساوي القيمة التانية اللي هي واحد من عشرة في العشرة بواحد بواحد. إذا نقدر نجيب الار اس في طرف، لو جبنا الار اس اللي هي المجهول في طرف نتخلص من مين؟ المرة دي بالزائد، نعدها جهة تانية بإيه؟ بالسالب. يبقى واحد سالب واحد من عشرة يطلع ناتج تسعة من عشرة أو بالآلة الحاسبة بسيطة خالص. طيب جبنا الار اس، السؤال بيقول بقى بقيت المطلوب والمطلوب التاني. أوجد مقاومة المجزئ الذي ينقص الحساسية إلى الربع. نكرر نفس المسألة نفس القانون، الاي جي على الاي هتساوي الار اس على الار اس زائد الار جي. المطلوب ايه؟ احسب اوجد مقاومة المجزئ. يبقى في الحالة دي المطلوب مين؟ الار اس. الار اس انا اعتبر كده الار اس ده لون كده بشكل عشان يميزها، يبقى المجهول عندنا في المعادله الار اس. طيب شو هل بقى كله موجود؟ كله موجود طبعا. ديت معلش دي بنسميها الار الار جي. دي الار جي كده بالشكل ده. طيب يبقى الار جي اللي جبناها، الار جي اللي احنا جبناها يساوي، وعندنا الحساسيه لكي ينقص الحساسيه الى الربع، يبقى نشيل دهيت كده ونحط مكانها الربع. واللي ما اقول ار جي اللي احنا جبناها المره اللي فاتت دي تسعة من عشرة، تسعة من عشرة، يبقى اصبحت معادله ذات مجهول واحد في الار اس اللي هي قيمه المجزئ الار اس بالزائد كده. نبدأ بقى نضرب الطرفين فين؟ في الوسطين عشان نجيب المجهول. هيبقى الأربعة إس في الأربعة، الأر إس في الأربعة بقت أربعة أر إس، والواحد في الأر إس في القيمة ديت هتساوي، هتبقى الأر واحد في الأر إس بالأر إس، وعندنا الواحد تسعة من عشرة بتسعة من عشرة. بسيطة خالص، المجهول نعد في طرف، الار اس نعد هنا بقت تلاتة ار اس، ان ار اس وهنا تلاتة، هنا اربعة، يبقى دي بالمجهول تعدي بالسالب بقت اصبحت دي تلاتة ار اس هتساوي ايه؟ تسعة من عشرة. تسعة من عشرة بالقسم على مين؟ على المعامل تلاتة هنا وهنا تلاتة. اذا الار اس هتساوي تلاتة من عشرة، وكده جبنا المطلوب بتاعنا. في مثال مثال بسيط كان جه في امتحان سابق سنة 97، بيقول ايه المثال؟ مباشر جدا وسهل، جلفانوميتر مقاومته، طبعا ده بنسميه الار ايه؟ جلفانوميتر مقاومته الار جي. يبقى الار جي موجود، ينحرف يعني مؤشره نهاية تدريجه عند مرور تيار، يعني معناها كان قبل ما نعدله كانت الاي جي بتاعته بهذا الشكل. يراد تعديله لقياس تيار شدته، يعني ده التيار الذي سيقيسه. يبقى عندنا الاي وعندنا الاي جي والار جي، احسب قيمة المجزئ. ده مسألة مباشرة خالص، احنا عارفين قيمة المجزئ، الار اس هي اللي مجهولة بتساوي الار اس بتساوي اي جي ار جي على التيار الذي سيقيسه ناقص الاي جي. تعود مباشر، ما فيش فيه اي مشاكل. نبدأ نعوض عن كل قيمة،
بدل نقول ال ار جي ال ار اس تساوي الاي جي بكام؟ الاي جي موجود الاي جي 1/10 هذا واحد، والار جي الار جي موجودة 54 في 54 على الاي الذي سيقيسه اللي هو 10 ناقص الاي جي اللي هو ناقص 1، يبقى اذا الار اس هتساوي 54 على 9، اذا الار اس هتساوي 6 اوم. دي مثال مباشر وبسيط. تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال ده كان جه 2002، الجلفانوميتر ذو ملف متحرك لا يتحمل تيار اكبر من، ايه المقصود بالعباره ديت؟ ده التيار الذي اذا زاد عنه اذا زاد بيتلف الجلفانوميتر، وزي كده نسميه ده الاي جي. يبقى الاي جي هيساوي 500 مايكرو، احنا عارفين التيار بالامبير وليس بالمايكرو، يبقى نضرب في 10 اس كام؟ 10 اس سالب 6 عشان نحوله لامبير، وينحرف مؤشره لنهايه تدريجه. طيب في وجود فرق جهد، احنا عارفين فرق الجهد بتاع الجلفانوميتر ده كله ضمير يقعد على الجلفانوميتر، يبقى نقدر نقول الفي جي بتساوي 4 من 100 فولت. طيب واحد يقول طب ما فيش في، لا في في، لان الاي في ار بيساوي في، او منه نجيب الار، يبقى ممكن الفي ده هي نستخدمها بطريقتين، اما نعوض عنها في القانون زي ما هنشوف. وكيف يمكن تحويل الاميتر يقيس تيار اقصى تيار شديد اقصد؟ يبقى الاي التيار الذي سيقيسه اي بتساوي 500 ملي، كلمة ملي يعني نضرب في 10 اس سالب كام؟ 3. طيب احنا عارفين القانون عبارة عن ايه؟ يعني هو في الحالة ديت احسب كيف يمكن تحويله، يعني معناها نقصد كيف يعني لازم نحول له ايه؟ مجازي تيار اللي هو الار اس، يبقى هيبقى المجهول عندنا الار اس، كلمة كيف يمكن تحويله اللي هو ان احنا نضيف له مجازي تيار مقاومة صغيرة جدا وقيمتها مش عارفين. تعال نشوف من المعطيات، احنا عارفين القانون بيساوي ايه؟ قانون الاميتر، قانون الاميتر بيقول ان الجهد من الار اس بتساوي الاي جي ار جي على الاي ناقص الاي جي. تعال نشوف كده، احنا عايزين مين؟ الار اس. عشان نجيب الار اس لازم كله معلوم. طب ما دي موجوده ودي موجوده ودي موجوده، دي مش موجوده، فعندك طريقتين. طب ما انت عارف ان الاي جي في الار جي اسمها في جي، يبقى خطوه واحده ممكن نشيل دي كلها، نشيل دي كلها كده ونحط مكانها، هنشيل دي خالص ونحط مكانها الفي جي. دي طريقه. الطريقه الثانيه من قانون اوم، من الفي جي نجيب مين؟ الفي جي موجوده والاي جي موجوده، نجيب الار جي من قانون اوم اللي هو المثلث اللي هو في بتساوي اي في ار. الفي جي موجوده والاي جي موجوده، نجيب الار جي اللي هي ده. اذا تعويض، اذا الار اس هتساوي، نبدا نعوض، ممكن نشيل دي كلها ونحط مكانها في جي اللي هي 4/10 4 من 100، والتيار الذي سيقيسه اللي هو القيمة دهيت، قيمة دهي دهيت 500 في 10 أس سالب 3 ناقص التيار الاي جي الذي كان في الأولاني اللي هو عبارة عن 500 في 10 سالب 6. بالآلة الحاسبة هتطلع لنا الار اس تقريبا 0.8. أميتر
التيار المستمر. حويل الجلفانوميتر الى ميتر طبعا بيوصل بمقاومة ايه؟ صغيرة جدا على التوازي، صغيرة جدا على التوازي. عند توصيل مجزئ التيار مع ملف الجلفانوميتر فإن حساسيته طبعا تقل. إذا كانت مقاومة الكلية للأميتر R فإن مقاومة المجزئ التيار تكون داخله أكبر من R. تتعين قيمة مجزئ التيار من العلاقة. طبعا احنا بنقول مجزئ التيار يمكن تعينها من هذه العلاقة اللي هي عبارة لو قلنا RS بتساوي IGRG. طب ما هو IGRG اسمها ايه؟ VG على التيار الكلي ناقص الـ IG المجزئ. النسبة بين مقاومة الأميتر ومقاومة مجزئ التيار داخله طبعا بعد ما نوصل مجزئ التيار هتصبح مقاومة الأميتر أصغر، يبقى النسبة يبقى البسط هيبقى أصغر، فالقيمة تكون أصغر منين؟ من الواحد. الفانوميتر مقاومة ملفه يبقى لو الار جي بار، ار جي بار. طيب فإن قيمة مقاومة مجزئ التيار الذي تنقص الحساسية للخمس، احنا عارفين الحساسية اللي هي اي جي على الاي بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. الحساسية هتقل لايه؟ الحساسية هتقل للخمس، يبقى نشيل دي ونحط مكانها ايه؟ خمس يساوي. احنا عندنا الجلفانوميتر الار جي بكام؟ بار. يبقى هنا ار اس، ار اس طرفين في وسطين، يبقى الخمسة ار اس، خمسة ار اس هتساوي ار اس زائد ار، دي بالموجب نعدها بالسالب، يبقى هنا 4 ار اس بتساوي ار، يبقى الار اس هتساوي ار على 4 نقسم على 4، يبقى في الحاله دي الاجابه الصح ار على 4. الاجابه الصح ار على 4. الفانوميتر مقاومته ار، يبقى الار جي بار، واقصى تيار يقيسه معروف الاي جي IG. طيب حتى يصبح صالحا لقياس تيار كهربي يزيد بمقدار 10 امثال تياره الاصلي، يبقى نقدر نقول I كلية هيساوي 10 امثال الـ IG اللي كان بيقيسه. فانه يوصل بمقاومة RS، يبقى في الحالة ديت المجهول مين؟ RS مجهول. عارفين ان RS بتساوي اي جي ار جي على الاي تار كل ناقص الاي جي يساوي، لما نيجي نعوض نختصر كده هيساوي الاي جي بكام؟ الاي جي هي اي جي مجهوله، والار جي بكام؟ بار، ار جي بالار، وعندنا الاي كليه 10 والاي جي بقت 9، 9 اي جي لان التيار الكلي 10 امثال ديت، فلو كان التيار ده 10 اي جي وده اي جي يبقى نطرح الاي جي من 10 اي جي بقى 9 اي جي، الاي جي مع الاي جي يبقى الار اس بكام؟ 9 ار على ايه؟ على 9. في الحاله ديت ار على 9 يعني 1 من 10 تقريبا، وعلى التوازي تبقى في الحالة ديت 1/10 على التوازي. النسبة بين التيار المار في ملف الجلفانوميتر إلى التيار المار في ملف المجزئ طبعا هتكون أقل منين؟ من الواحد. ممكن نعرف السبب
لان التيار في الجلفانوميتر الى التيار في الملف المجزئ لازم يمر في المجزئ الى تيار يبقى الاي جي على الاي الاي جي على الاي اس. احنا قلنا لازم يكون الار اس صغيره تمام كده، يبقى نقدر نقول هنا الار اس وهنا الار جي، علاقه بينهم علاقه عكسيه. احنا اتفقنا ان لازم تكون القيمه هنا صغيره جدا عشان يمر اكبر تيار، فالبسط اصغر مقام، فالقيمه تكون اقل منين؟ من الواحد. جلفانوميتر، جلفانوميتر حساس مقاومته يبقى دي ار جي، ار جي بست. نقدر نقول ان الار جي، الار جي بستة اوم. طيب بمجزئ تيار ار اس والار اس بار اس، تحويله الى اميتر، تحويله اميتر كما بالرسم البياني اهوت، عند توصيله على التوالي في دائرة معلقة وشدة تيار المر، فإن قيمة المجزئ يبقى الار اس مجهول. طيب احنا عارفين الار اس بيساوي ايه؟ الار اس بتساوي اي جي ار جي على الاي ناقص الاي جي. هنعوض، احنا عندنا المعطيات ايه؟ الار جي موجودة بكام؟ بستة في الاي جي. من الرسم نقدر نجيب، ناخد ده مثلا ده كده، يبقى الاي كلية 4/10، اي كلية 4/10، اي كلية 4/10، اي جي 2/10 ناقص 2/10، هنا 2/10، الاي جي 2/10، طبعا يساوي تحت يساوي كده، اللي فوق بقت 1.2، نضرب 6 × 2 ب12 فاصلة بعد رقم، وهنا تقريبا كام؟ 2/10، فاصلة مع الفاصلة يطلع الناتج 6 أوم. يبقى الاختيار الصح 6 أوم. جلفانوميتر، جلفانوميتر مقاومته يبقى الار جي ب54، والصلب في مرة في الجلفانوميتر عشر من التيار الكلي. يبقى لو قلنا هنا لو الاي جي 1/10 يبقى الاي الكلية 10، فإن قيمة المجزئ يبقى الار اس مجهول. تاني، فمرة في الجلفانوميتر 1/10، يعني لو التيار الكلي 10 يبقى التيار اللي هيمر في الجلفانوميتر 1/10. نبدأ نعوض، الار اس بيساوي ار بيساوي اي جي ار جي على الاي ناقص الاي جي. نعوض الار جي بكام؟ ب54، الاي جي 1/10، الاي كلية لو قلنا 10 ناقص الاي جي 1/10، طبعا هيطلع لنا 5.4، تضرب دي في ده ودي 9/10، الفاصلة مع الفاصلة يطلع الناتج 6 أوم. إذن الار اس 6 أوم، الاختيار الصح 6 أوم. أميتر مقاومته 30، ممكن نعتبر إن الأميتر ده هو مجزئ إيه؟ هو جلفانوميتر، وهنعمل له تعديل، فتبقى الآر جي بتساوي 30. طيب مقاومة المطلوب، أحسب مقاومة الإيه؟ مقاومة المجزئ مجهولة لإنقاص الحساسية للتلت، يبقى المعنى يعني الآي جي على الآي بيساوي 1/3. طبق القانون، بما ان الاي جي على الاي بتساوي
ار اس على ار اس زائد الار جي، كل معلوم ما عدا مين؟ الار اس، كل معلوم ما عدا الار اس. طب نشيل الحساسية ونحط مكانها كام؟ واحد على تلاتة، والار اس زي ما هي ار اس، والار جي بكام؟ بتلاتين. طرفين في ايه؟ وسطين، طرفين في وسطين، يبقى التلاتة ار اس هتساوي ار اس زائد تلاتين. نضرب الواحد في ديت بالشكل ده، دي بالموجب نعدها بالسالب، بقت هنا اتنين ار اس هتساوي تلاتين، نقسم على اتنين يبقى الار اس بكام؟ بخمستاشر، خمستاشر اوم. يبقى الاختيار الصح في الحالة ديت خمستاشر اوم، اللي هي دي. المقاومة المكافئة للأميتر والمجزئ في هذه الحالة، احنا طلعنا المجزئ 15 والجلفانومتر 30، هما هتوازي، يبقى نقول حاصل ضربهما على حاصل جمعهم، يبقى نقول 15 في 30 على 15 زي 30 يعني 45، يبقى دي فيها الواحد فيها التلاتة فيها العشرة، على طول 10 اوم. يبقى المقاومة المكافئة 10 اوم، الاختيار الصح. مجزئ تيار مقاومته، يبقى نقدر نقول الار اس بواحد من عشرة، مجزئ تيار ار اس ينقص الحساسية الاميترة والعشر، يبقى الاي جي على الاي بيساوي واحد على عشرة. اذا نقدر نجيب الار جي، يبقى نقدر نقول اي جي على الاي هتساوي ار اس زائد ار اس على ار اس زائد ار جي، كل معلوم ما عدا مين؟ ار جي. طيب نعوض عن الحساسية بايه؟ بعشر، يعني واحد على عشرة، واحد على عشرة. الار اس بكام؟ بواحد من عشرة، واحد من عشرة زائد الار جي، طرفين في ايه؟ وسطين. يبقى نقدر نقول واحد من عشرة زائد ار جي في واحد، هي بتساوي واحد من عشرة في عشرة بقى ايه؟ الواحد. طبعا لو جبنا الار جي في طرف، دي بالموجب عدا بالسالب، يبقى طلع تسعة من عشرة اوم. جبنا الار جي، نيجي على المطلوب اللي هو الاساسي، اللي هو نقول ايه؟ فما قيمة المجزئ اذا نقصت الحساسية للربع؟ يبقى نقول الاي جي على الاي جي على الاي بيساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. جبنا الار جي بكام؟ جبنا الار جي بتسعة من عشرة، يبقى نقدر نقول الحساسية تقل للربع، يبقى نشيل ده ونحط مكانها ايه؟ ربع. الحساسية تقل للربع تساوي الار اس مجهولة على ار اس زائد تسعة من عشرة اللي جبناها من شوية، طرفين في وسطين، يبقى هنا اربعة اربعة ار اس، اربعة ار اس هتساوي الار اس زائد تسعة من عشرة. طيب دي بالموجب نعدها هنا بايه؟ بالسالب، بقت هنا كام؟ تلاتة ار اس أصبحت هنا تلاتة ار اس، لأن بالموجب عد بالسالب هتساوي تسعة من عشرة بالقسم على تلاتة. إذا نقدر نقول إن الار اس بتلاتة من عشرة، يبقى الإجابة الصح ار اس تلاتة من عشرة، الاختيار الصح تلاتة من عشرة.